أهلا بكم في الهاجادة من مصادر قصص أنبياء القرآن، موسى لمرشد إلى الإلحاد وابن المقفع. عن الآية: فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. هنالك شيء مهم، التوراة لا تذكر أن موسى انتصر للإسرائيلي نفسه مرتين. انظر ما تقول التوراة، سفر الخروج الفصل الثاني الآيات 11 إلى 15. اقتباس: وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته، فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد، فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب: لما تضرب صاحبك؟ فقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنك بقتلي كما قتلت المصرية؟ فخاف موسى وقال: حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. نهاية الاقتباس. أما القرآن فيقول أن موسى بعد أن انتصر للإسرائيلي وقتل المصري أراد أن ينتصر لنفس العبراني ثانية من عدو ثان، وذلك بعد لومه على عدوانيته وحبه للعراق. جاء في القرآن: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما إن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: ربي نجني من القوم الظالمين. القصص الآيات 15 إلى 21. حسب الهاجادة، وهو ما ليس في التوراة، فإن الشخص العبري كان واحدا في الحدثين، وهو داثان أحد المقاومين لموسى مع قرح المذكور باسم قارون في القرآن كما جاء في سفر العدد 16 و26. بهذا يتضح لنا أن نموذج القصة القرآنية هاجادي المصدر. في أساطير اليهود الجزء الثاني موسى في مصر، شباب موسى، The Youth of Moses، تتضمن القصة الهاجادية تفاصيل أسطورية أخرى لم ترد في التوراة، فتقول أن الشخص العبري كان داثان، أنه كان يعمل مراقبا على الإسرائيليين المستعبدين من ضمن المراقبين، ويشرف على كل 10 مراقبين مشرف مصري، وكانت زوجة داثان ثرثارة تشارك في الحديث عندما يزور المراقب المصري البيت لنقاش العمل، مما جعل المصري يشتعل في قلبه الرغبة بها، فخطط لإبعاد داثان عن البيت بإيقاظه فجرا وأمره بإرسال رجاله للعمل إلى آخره. القصة الهاجادية المنطوية كالعادة عادة الأدب الديني اليهودي على تشويه للشعوب الأخرى وعلى عقد نفسية ضد النساء بشكل مشابه للإسلام، بحيث يجب على المرأة أن تكون مجرد ذير للذكر ولا تتكلم ولا تفعل أي شيء. المترجم: ملاحظة من عندي، هذه صفة غالبية الأدب القديم وليس محصورا في الأدب اليهودي أو الإسرائيلي القديم. نهاية الملاحظة. ثم تقول القصة بعد قتل موسى للمصري: الرغبة التي أرادها موسى لم تنفذ. ملاحظة المترجم: ابقاء الأمر سرا. نهاية الملاحظة: قتل المصري لم يعد سرا، والذي أفشاه كان إسرائيليين، داثان وأبي رام، حفيدا فلو الروبيني، انظر العدد 16 و26. السيئة السمعة لوقاحتهما
ومشاغبتهما. ففي اليوم لحدوث الأمر مع المصري بدأ الأخوان في تدبير خبيث بحيث يتظاهرا بالشجار مع بعضهما فقط لأجل جذب موسى إلى الشجار وعمل مناسبة لإفشاء سره. نجحت الخطة بشكل تام، فرائيا داثان يرفع يده على أبي رام ليوجه له ضربة. صاح موسى: آه إنك لخسيس لترفع يدك على إسرائيلي حتى لو لم يكن أفضل منك. فأجابه داثان: أيها الشاب، من جعلك قاضيا علينا مع أنك لم تصل لسن النضج؟ إننا نعلم جيدا أنك ابن يوكافيد رغم أن الناس يدعونك ابن الأميرة بيثية. وإن كنت ستحاول لعب دور سيدنا وقاضينا سننشر خارجا الشيء الذي قد فعلته للمصري، إلى آخر القصة. ويرد المؤلف عددا من المصادر باللغة الإنجليزية. لم ينقل محمد من القصة الهاجرية بكل مبالغاتها سوى أن الشخص العبري كان واحدا في الحدثين، لكن القرآن جعل المتشاجر مع العبري مصريا في المرتين، ربما لرفض محمد أن يتشاجر مؤمن مع مؤمن أو يقتتل. الآية: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، آل عمران 122. وروى البخاري الحديث 4051. حدثنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، بني سلمة وبني حارثة، وما أحب أنها لم تنزل، والله يقول والله وليهما. الحديث 4558. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: فينا نزلت إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب. وقال سفيان مرة: وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما. الحديث 31. حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الحديث 6875. حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نلاحظ في موضوع يثرو من فصل موسى في مصر أن حما موسى المديني كان قد ابتعد عن عبادة الأصنام فقاومه أهل مدين وحاربوه ومنعوا بنتيه من مياه البئر وكادوا في تلك المرة أن يتمادوا ويقتلوا بنتيه. ثم يرد المؤلف عددا من المصادر باللغة الإنجليزية ويضيف لاحقا: مثل ما أن لإبراهيم قصة لعروجه إلى السماء فلموسى أيضا قصة لعروجه إلى السماء، وذلك في موضع استلام موسى التوراة من فصل موسى في البرية. وقد اقتبس محمد كما سنرى تاليا قصة معراجه من تلك الثلاث قصص مع قصة صعودي زرادش. عنوان: موسى وفرعون. الأسطورة الهاجرية تقول أن حوارات طويلة قامت بين فرعون وموسى، هذه الحوارات لا وجود لأكثرها في التوراة. مثلا في موضوع موسى وهارون أمام فرعون، تحدى فرعون موسى في أن يذكر اسم إلهه وصفته وكم من الجيوش تغلب عليها وكم من البلاد قد فتحها وما مدى اتساع ملكه وعظم جيشه. فرد عليه موسى: عندئذ أجاب موسى وهارون: قوته وقدرته قد ملأت كل العالم، صوته يصدر ألسنة من نار، كلماته تحطم الجبال إلى قطع،
السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، قوسه النار وسهامه لهب. لقد خلق الجبال والوديان وجلب الأرواح والنفوس إلى الوجود. لقد بسط الأرض بكلمة منه وصنع الجبال بحكمته. يصور الجنين في رحم أمه ويغطي السماوات بالسحب. ينزل المطر والطل إلى الأرض بكلمة منه، ويجعل النبات ينمو من الأرض. هو يغذي ويحفظ الحياة في كل العالم، ابتداء من قرون الرئم إلى بيض الحشرات. كل يوم يميت أناسا وكل يوم يحيي أناسا. نهاية الاقتباس. الرئم في الهاجادة هو كائن خرافي أسطوري موصوف في أول كتاب أساطير اليهود في فصل خلق العالم. ثم يرد المترجم عددا من المصادر. قارن مع الآية: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. طه الآيات 49 إلى 55. والآية: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. الشعراء 23 إلى 24. طبعا التطابق واضح وكبير بين كلام موسى في القرآن خصوصا سورة طه وكلامه في الأسطورة اليهودية خصوصا في نصفها الأخير. يوم الزينة تحت عنوان موسى وهارون أمام فرعون، Moses and Aaron before Pharaoh. نقرأ: اليوم الذي أقام فيه موسى وهارون بظهورهما أمام فرعون كان يوم عيد ميلاده، وكان محاطا بملوك كثيرين لأنه كان حاكم كل العالم. وكانت تلك المناسبة التي فيها يأتي كل ملوك الأرض لتقديم الولاء له، إلى آخر القصة. ثم يرد المؤلف عددا من المصادر. تمضي القصة فتقول: استمر فرعون في قسوة قلبه حتى عندما قام موسى وهارون بمعجزة العصا، عندما نجح العبريان موسى وهارون في دخول القصر المحروس بالأسود. أرسل فرعون إلى سحرته وعلى رأسهم بلعام وابناه يانيس وينبريس إلى آخره، فيقول بلعام إنهما مجرد سحرة مثله ومثل رفاقه. ورجوا الملك أن يأتي أمامه معهم ليروا من أسياد السحرة، المصريون أم العبريون. ثم يرد المؤلف مصدرا باللغة الإنجليزية. قارن مع القرآن والذي ينقل الأسطورة الهاجادية التي لم ترد في التوراة واصفا يوم عيد ميلاد فرعون بيوم الزينة، ربما لأن بدو شبه جزيرة العرب القدماء هؤلاء ما كانوا لديهم أعياد ميلاد وترف كأهل المدن والحضارة. ولقد بحثت في التوراة مطولا عن مسألة يوم الزينة فلم أجد لها أثرا في بدء دراستي منذ زمن طويل. وحل اللغز هو الهاجادة. يقول القرآن: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم زينتي وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده، ثم أتى قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. طه الآيات 57 إلى 65. لم تقل التوراة أن موسى اتهم بأنه ساحر، ولكن حاشية فرعون وغيرهم اتهموا موسى بالسحر مرارا في القصة الهاجادية. ويرد المؤلف عددا من المصادر. مثلا: It was Balaam's opinion that they were simply magicians like himself and his companions. كان رأي بلعام ساحر الملك أنهما ببساطة ساحران مثله ومثل مرافقيه. وفي القرآن الآية قال: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين.
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. الأعراف 106 إلى 109. وتقول الهجادة بشكل شاذ أن بلعام المذكور أصلا في التوراة كساحر ملك مديان في رحلة الخروج كان من حاشية فرعون هو وابناه، هذا ما تقوله الهجادة. وعموما لا نتوقع منطقا نصيا من مثل هذه الأساطير. والآن لننظر للآية: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. جاء في أساطير اليهود موسى في مصر، موسى وهارون أمام فرعون. استقدم فرعون موسى وهارون وقال لهما: من سيصدقكما عندما تقولان أنكما رسولا الله كما تزعمان أنكما إن لم تقنعا الناس بالقيام بالمعجزات؟ فرمى هارون فورا عصاه على الأرض فصارت حية. ضحك فرعون بصوت عال وهتف: ماذا؟ هل هذا هو كل ما يستطيع إلهكما عمله؟ طريقة التجار أن يحملوا البضائع إلى مكان لا يوجد منها به، لكن هل سيأخذ أحد ماء مالحا إلى إسبانيا أو سمكا إلى عكو؟ يبدو أنكما لا تعلمان أني خبير في كل أنواع السحر، إلى آخر القصة. ثم يرد المؤلف عددا من المصادر. قارن مع قول القرآن: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، طه 73. ولا ريب أنها مستوحاة من الهجادة مع تعديلات محمد ليصير فرعون هو الساحر الأكبر بين المصريين. التوراة لا تذكر أن فرعون ادعى الألوهية، إلا أن القصص الهجادية تذكر أن فرعون ادعى الألوهية أمام شعبه. ففي موضوع موسى وهارون أمام فرعون: Pharaoh answered and said, I have no need of him. I have created myself. وترجمته: أجاب فرعون على كلام موسى السابق قائلا: أنا لست بحاجة له، لقد خلقت نفسي بنفسي. وادعى أنه قد خلق النيل لنفسه. The arrogant words spoken by Pharaoh: My Nile River is mine own and I have made it for myself. الكلمات المغرورة التي قالها فرعون: نهري لي وأنا عملته لنفسي. حزقيال 29 الآية 3. مع أن نص حزقيال جاء بعد موسى بمئات السنين وكان يتكلم عن فرعون آخر بعد السبي البابلي، وبذلك الاقتناع رد فرعون على موسى عندما قال له أن الله ينزل الطل والمطر على الأرض قائلا. أجاب فرعون قائلا: لست بحاجة له، لقد خلقت نفسي بنفسي، وإن قلت أنه يسبب نزول الطل والمطر فأنا أمتلك النيل النهر الذي ينبع من تحت شجرة الحياة، وإن التربة المشبعة بمياهه تنبت ثمارا ضخمة جدا لدرجة أنه يجب وجود حمارين لحمدها، وهو عذب المشرب بشكل لا يوصف، وذلك لأن له 300 طعم مختلف. يذكر هذا بما قاله فرعون من سورة الزخرف: ونادى فرعون في قومه قال: يا قومي أليس الذي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون؟ الآية 51. ويذكر فيما رواه البخاري وغيره من حديث رقم 3207: ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيول، في أصلها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال: أما الباطنان في الجنة وأما الظاهران النيل والفرات. يبدو أن فرعون ادعى الألوهية استخفافا بعقل المصريين كما تقول القصة الهجادية تحت عنوان: الكوارث تجلب من خلال هارون. The plagues brought through Aaron. أعلن موسى الضربة الأولى على مصر لفرعون ذات صباح عندما كان الملك سائرا بمحاذاة النهر. هذا المشي الصباحي يمكنه من ممارسة خداعه، لقد أسمى نفسه إلها وادعى أنه لا حجب بشرية عنده ليقضيها وليحافظ على مظهر الخداع. كان يذهب إلى حافة النهر كل صباح ويقضي حاجته هناك بينما هو وحيد بلا رقيب. وفي ذلك الوقت كان أن موسى ظهر أمامه وقال له: أهناك إله له حاجة البشر؟ أجاب فرعون: في الحقيقة أنا لست إلها، أنا أدعي أنني إله أمام المصريين،
الذين هم أغبياء لدرجة أنهم يجب أن يعتبروا حميرا بدلا من أن يعتبروا بشرا. ثم يورد المؤلف عددا من المصادر، وهذا ما قبله يذكر بما يقوله القرآن عن ادعاء فرعون للألوهية. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، سورة النازعات 22-24. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، سورة القصص الآية 28. الآية قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المجهولين، سورة الشعراء 29. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، سورة الزخرف الآية 54. عندي ملاحظة هنا على الآية الأخيرة، فهي تبدو متناقضة، فالاستخفاف يأتي وكأنه هو السبب الذي جعل قومه يطيعونه، وهذا تناقض منطقي، إذ أن الاستخفاف يمكن أن ينتج من الطاعة وليس العكس. نهاية الملاحظة. مع أن القرآن يقول أيضا أن فرعون إله مع آلهة أخرى، يعرف علماء التاريخ والأديان كراع وأوزيريس وإيزيس وخانوم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، سورة الأعراف 127. الآية الأخيرة تذكر أيضا بنصيحة وردت في إحدى القصص الهاجرية صادرة من الحكماء الأشرار لفرعون بإبادة بني إسرائيل، وهنا هامش رقم 1 حيث يورد المؤلف عددا من المصادر. أما استخفاف فرعون بالمصريين وقوله أنا أدعي أنني إله أمام المصريين الذين هم أغبياء لدرجة أنهم يجب أن يعتبروا حميرا بدلا من أن يعتبروا بشرا، فيذكر بالآية التالية من القرآن فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، سورة الزخرف 54. تروي القصة الهاجرية تحت عنوان تحرير إسرائيل من استعباد مصر، The Redemption of Israel from Egyptian Bondage، أن ابنة فرعون بيثية عاتبت موسى على الضربات التي نزلت على مصر بسببه، بالرغم من أنه تربى عندها ناعتة إياه بجحود، فسألها هل أصابك شيء من كل ضربات الله العشرة على مصر، فأجابت بالنفي إلى آخر القصة. التوراة تهمل مسألة التربية السابقة التي نالها موسى في قصر فرعون، ويورد المؤلف عددا من المصادر. وقد يكون هذا مصدر ما قاله القرآن على لسان فرعون، قال ألم لربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، الشعراء الآية 18. القصة الهاجرية لا تذكر أن السحرة قد آمنوا، مع أنهم اعترفوا بأن الضربات على مصر مصدرها إلهي، ولكن القصة الهاجرية تذكر أن بهاء وهيبة طلة موسى وهارون عند دخولهم مجلس فرعون جعلت كتبة فرعون وموظفيه يقفون لهما في مهابة ثم يخرون على الأرض سجدا لهما تحت عنوان موسى وهارون أمام فرعون. داخل القصر وجد موسى وهارون 70 كاتبا مشغولين بمراسلات فرعون التي كانت تحمل في 70 لغة. عند رؤية رسولي إسرائيل وقفوا في رهبة عظيمة لأن الرجلين شابها الملائكة. ملاحظة من عندي، هل رأى أحدنا ملاكا لكي نعرف شكلهم؟ نهاية الملاحظة. في القوام كانا كأرز لبنان، أشرق وجهاهما كالشمس، كانت بآبئ أعينهما مستديرات كنجمة الصباح، لحيتاهما كفروع النخلة، وبعث فماهما نيرانا عندما فتحاهما للتكلم. في وجههم رمل كتبة الأقلام والورق وخروا سجدا أمام موسى وهارون. ثم يورد المؤلف عددا من المصادر باللغة الإنجليزية، يذكر هذا بسورة طه، فألقى السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، الآية 69. طبعا هو سجود التحية أو الاحترام عند الشعوب القديمة خاصة شعب اليهود كما نرى في كل كتابهم المقدس، ومع أن القرآن يذكره إلا أن فعلا كهذا للاحترام والتحية يعتبر حراما في الإسلام. ثم يورد المؤلف عددا من المصادر باللغة الإنجليزية، عنوان قصة بناء فرعون للصرح التي ذكرها القرآن هكذا، وقال فرعون يا أيها الملأ
ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون. سورة القصص 39-41. وهذه القصة مأخوذة من قصة برج بابل، لكن بشكلها الهاجادي الأسطوري أكثر والمزخرف بالحكايات أكثر. دعونا نعرض الأسطورة التي في التوراة ثم الأسطورة الهاجادية الغير قانونية. اقتباس: وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين. وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما. وقال الرب: هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينون أن يعملوه. هلما ننزل ونبذل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. التكوين الفصل 11-1-9. قصة القرآن عن بناء فرعون لصرح عظيم ليصعد به إلى أسباب السماوات ويطلع على إله موسى، مصدرها مستوحى من قصة بناء برج بابل في عهد الملك نمرود حسب القصة الهاجادية. القصة الهاجادية هي هكذا: فقد قال المتمردون العاصون: دعونا نصعد إلى السماوات ونشن حربا معها. وآخرون قالوا: لنصعد ونضع أصنامنا هناك ونقدم الصلوات لهم هناك. وفريق ثالث قال: دعونا نصعد إلى السماوات ونخربها بأقواسنا ورماحنا. ولتحمسهم في بناء البرج كانوا لا يبكون لموت إنسان، بينما يبكون لو سقطت قرميدة لأنها تستغرق سنة لاستبدالها، واستغرقوا العديد من السنوات لبنائه حتى وصل لارتفاع عظيم، لذا لم يسمحوا لامرأة أن تقطع عملها في صنع القراميد حتى عندما تأتيها ساعة الوضع. مقولبة القراميد تضع ابنها وتربطه حول جسمها بحزام وتستمر في قولبة القراميد. لم يتراخوا في عملهم، ومن ارتفاعهم المصيب الدوار قذفوا سهما بشكل مستقيم نحو السماء، والذي عاد مرتدا ملطخا بالدم. فتشجعوا على ضلالهم الواهم هكذا وصرخوا: لقد ذبحنا كل من في السماء. عقبئذ التفت الرب إلى الملائكة 70 المحيطين بعرشه وتحدث إليهم قائدا إلى آخره. القصة المعروفة من التوراة عن بلبلة ألسنة البشر في بابل وسحق البرج مع تفاصيل أسطورية أخرى. ومن حينها لا أحد صار يعلم ما يتكلم به الآخر، فلو طلب واحد الملاط يعطيه الآخر بالمفارقة قرميدة، وفي غضب يلقيها الآخر على جميله ويقتله، وهكذا مات الكثيرون بهذا الأسلوب. أما البقية فعوقبوا طبقا لطبيعة تصرفهم العاصي، فالذين كانوا قد تحدثوا: دعونا نصعد إلى السماوات ونضع أصنامنا ونقدم الصلاة لهم هناك، مسخهم الرب إلى سعاد إيبس وأشباح. والذين كانوا قد اقترحوا مهاجمة السماوات بأسلحتهم ضربهم الرب بعضهم ببعض لكي يسقطوا في القتال. والذين عزموا على مواصلة القتال مع الرب في السماء وبعثروا موزعين على كل الأرض إلى آخر القصة. مصادر القصة:
بالاستعانة بالموسوعة اليهودية مادة برج بابل Tower of Babel. ثم يورد المؤلف عددا من المصادر باللغة الإنجليزية مما جاء في أساطير الهاجادة. قادة المدراشيم أن جيل الارتداد قال أنه الرب ليس له الحق في اختيار العالم العلوي لنفسه وترك العالم السفلي لنا، لذا سوف نبني برجا مع صنم على قمته يحمل سيفا لكي يبدو كما لو كان قصد إلى الحرب مع الرب. نهاية الاقتباس. لم يكن بناء البرج يقصد تحدي الرب فقط، بل وأيضا إبراهيم الذي دعاهم إلى تبجيل الرب. بعض الهاجادوت قالت أن مقترح بنائه كان الملك نمرود، وهؤلاء الربيون سمى بعضهم البرج ببيت نمرود، والبعض الآخر قالت العكس وأنه انفصل عن جيل المتمردين. يبدو أن محمدا كان يريد إثراء القرآن باقتباساته من أي قصص يهودية، ولسبب ما ربما لأنه لسد النقص الذي حدث منه عند اقتباسه قصة موسى، بحيث أخذ كل الخرافات فقط وبشكل ناقص وترك التفاصيل المهمة التاريخية والأسطورية، منها كحروب موسى مع الأردنيين الآموريين واحتلاله لأجزاء من الأردن وزواجه من كوشية يعني أثيوبية وبنائه لخيمة الاجتماع للعبادة وتكريس الكهنة من بني لاوي، تكريس بني هارون بني لاوي للكهنوت الأكبر، وبعض معجزات موسى الأخرى في قصة الخروج من مصر والارتحال في الصحراء وغيرها. فسد النقص ببساطة شديدة بالمزيد من الحشو والخرافات الغثة سمعها عن شخصيات أخرى، وأعطى لموسى ببساطة لحل مشكلة الثغرات والنقص الشديد في اقتباسه الخائب من كتاب اليهود المقدس، وكذلك ليكون حشر اسم هامان الشخص المشهور الذي يوجد في قصة أخرى تماما بعد الآلاف من السنين، وليس مصريا بل فارسيا، وله قصة معروفة أخرى تماما كوزير فارسي معاد لليهود مذكورة في سفر أستر من الأسفار التاريخية لكتاب اليهود المقدس. وهكذا حشره محمد في أي نص ليكون قد ذكره والسلام دون مراعاة لأخطائه الرهيبة الفادحة، ومثل ما فشل في ذكر قصة شاؤول طالوت القرآن فشلا فاضحا جدا، فأعطى لشاؤول قصة خاصة بجدعون من سفر القضاة. يقول محمد في حديثه عن قصة يأجوج ومأجوج في آخر الزمان أنهم لما يختبئ منهم المؤمنون مع المسيحي والمهدي سيظنون أنهم قتلوا كل أهل الأرض، ثم يرمي أحدهم حربة إلى السماء قائلا قد قتلنا أهل الأرض فهيا لنقتل أهل السماء، فتعود ابتلاء ومكرا بهم ملطخة بالدم فيقولون قد قتلنا أهل السماء إلى آخر القصة المعروفة في البخاري ومسلم والمسند. وهذا مقتبس من قصة برج بابل الهاجادية أعلاه. روى الإمام أحمد الحديث 10222. حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج لا يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله عز وجل أن يبعثهم إلى الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، ويستثني فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها كهيئة الدم، فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لا تسمن شكرا من لحومهم ودمائهم. حدثنا حسن حدثنا شيبان عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن يأجوج ومأجوج فذكر معناه إلا أنه قال إذا بلغت مدتهم وأراد الله عز وجل أن يبعثهم على الناس. المسند المجلد الثاني 510، ورواه الترمذي 3053، كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الكهف، وقال هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه 4080، كتاب الفتن باب فتنة الدجال. وروى الإمام مسلم الحديث 2937، حدثنا عدي بن حجر السعدي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والوليد بن مسلم قال ابن حجر دخل حديث أحدهما في حديث الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد نحو ما ذكرنا، وزاد بعد قوله لقد كان بهذه مرة ماء، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل ببيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. وفي رواية ابن حجر فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحدهم بقتالهم. ملاحظة من عندي، العبارة الأخيرة للحديث فيها اضطراب ولكني قرأتها كما هي، نهاية الملاحظة. من المعروف أن القرآن يقول أن موسى ضرب بعصاه البحر فانفلق، بينما تقول التوراة أن موسى مد يده ثم أن ريحا شرقية هبت وشقت البحر فعبر بنو إسرائيل. كتب مؤلف كتاب قصص الأنبياء عبد الوهاب النجار أن البحر من الممكن أن يكون قد ضرب بالعصا أو شق بالريح، فانتقده بعض علماء الدين المحافظين قائلين أن القرآن يقول بوضوح أن موسى ضرب البحر بالعصا، والحقيقة أن العلماء على حق، فمحمد قد سمع القصة من مصدر هاجادي وليس توراتيا. انظر إلى النص التالي تحت عنوان البحر ينقسم، The sea divided. تكلم موسى إلى البحر كما أمره الله، ولكنه أجاب لن أستجيب لكلامك لأنك إنسان ولد لامرأة، وإذا جانب ذلك أنا أكبر بثلاثة أيام يا إنسان، لأني خلقت في اليوم الثالث من بدء الخليقة وأنت خلقت في السادس. لم يصغي موسى وقته، ولكنه نقل إلى الله الكلام الذي تحدث به البحر، فقال الله يا موسى ماذا يفعل السيد بعبد آبق؟ فقال موسى يضربه بعصا، فأمره الله قائلا فافعل هذا، ارفع عصاك وامدد يدك على البحر وأقسمه. ثم يورد المؤلف عددا من المصادر باللغة الإنجليزية. إذن أمر الله موسى حسب الأسطورة اليهودية بتأديب البحر بالعصا، ومن هنا كما يبدو جاءت العبارة القرآنية ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، طه الآية 77. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، الشعراء 63. جاء في القرآن هكذا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، يونس الآية 90-92. قارن مع أساطير اليهود الجزء الثالث موسى في البرية، Moses in the wilderness، إهلاك المصريين The destruction of the Egyptians، وهكذا أغرق كل المصريين وأنقذ واحد فقط فرعون نفسه. فعندما صدحت حناجر بني إسرائيل ليغنوا ترتيلة حمد لله عند شواطئ البحر الأحمر، سمع فرعون الأغنية بينما كان يقذف من مكان إلى مكان بواسطة الأمواج، فأشار بإصبعه إلى السماء وصاح أنا أؤمن بك يا الله أنت عادل وأنا وقومي أشرار، وأنا أعترف الآن أنه لا إله في العالم سواك. وبذا لحظة تأخير نزل جبرائيل
ووضع سلسلة حديدية حول رقبة فرعون ثبته بإحكام وقال له: خبيث، بالأمس قلت من هو الرب لأسمع لقوله، والآن تقول الرب عادل. وبهذا الكلام تركه ليسقط إلى أعماق البحر، وهناك عذبه 50 يوما ليجعل قدرة الله جلية له. وفي آخر الوقت نصبه ملكا على نينوى، وقد كان سببا لاتباع أهل نينوى للنبي يونان بعد مئات السنين. أنجى الله فرعون ببدنه وجعله ملكا على نينوى بعد ذلك بمئات السنين. هذه القصص الهكادية هي مشرفة في الخيالات، لأنها مكتوبة من قبل جامعي قصص متعدد، وهي طبعا محض قصص هكادية غير ملزمة لديهم. هذه القصة توحي بما جاء في القرآن بعد بعض التعديلات المحمدية في سورة يونس في القرآن. حسنا، ماذا يوجد بعد في الأساطير اليهودية عما حدث لفرعون بعد نجاته؟ نقرأ في إهلاك المصريين: فرعون لم يمت قط ولن يموت أبدا، إنه يقف دائما على بوابة النار، وعندما يدخل ملوك الأمم فهو يجعل قوة الرب معروفة لهم فورا. بهذا الكلام: يا أيها الأغبياء، لما لم تتعلموا المعرفة مني؟ لقد أنكرت الرب الله، فجلب علي 10 كوارث وأرسلني إلى قاع البحر، أبقاني هناك 50 يوما ثم أطلقني ورفعني، وهكذا لم أستطع إلا أن أؤمن به. ثم يورد المؤلف عددا من المصادر باللغة الإنجليزية. هذا يذكر بالآيات التاليات: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يونس 92. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا والسلطان المبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون ببعيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأدبعوا في هذه لعنة، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. هود 96-99. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأدبعناه في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. القصص 41-42. تعليق من عندي: أليس هذا الكتاب قبيحا فعلا؟ أعتقد أن القرآن فعلا كتابا قبيح. نهاية التعليق: فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. غافر 45-46. عنوان: شجر الغرقد أو أجمة الأشواك. كتب مرشد إلى الإلحاد، يقول محمد أنه في زمن المهدي المنتظر والمسيح عيسى بن مريم حين يعود، عندما سيحاربون اليهود في آخر الزمان، سينادي كل الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. فروى الإمام مسلم في صحيحه الحديث 1922: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ورواه أحمد ابن حنبل الحديث 9029. وقال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجرة، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. نهاية الحديث. وإن بحثنا في أصل هذه الأسطورة نجد فيما يبدو أن الأصل في القصة الهكادية اليهودية التي تقول أن ظهور الرب لموسى في شجيرة الأشواك كما تنص التوراة كان يرمز لعدة أشياء، ويحيل الكاتب إلى كتاب أساطير اليهود تحت عنوان The Burning Thorn Bush،
واحد أنها كانت طاهرة لا يستطيع الوثنيون استعمالها لعمد أصنامهم. ثانيا رمزا إلى أن موسى وإسرائيل سيعانون. ثالثا رمزا إلى أنه حتى شجيرة الشوك التافهة المتضعة قد يكون ظهور الرب فيها. رابعا أنها أكثر الأشجار تواضعا واتضاعا، وكذلك إسرائيل في الشتات بين الأمم. خامسا أن أي طير ينزل فوقها تمزق أجنحته، كما الأمم التي ستستعبد إسرائيل ستعاقب. سادسا كما تشكل شجيرة الأشواك سياجا للحديقة، كذلك إسرائيل تشكل سياج العالم، حديقة الرب، لأنه بدون إسرائيل لما كان العالم ثبتا. سابعا كما تحمل شجيرة الأشواك الأشواك والزهور، كذلك إسرائيل عندها أتقياء وآثمون. ثامنا كما تحتاج شجيرة الأشواك الماء الكافي لنموها، كذلك إسرائيل يمكنها أن تفلح فقط بالتوراة الماء السماوي. تاسعا كذلك تحتوي ورقتها على 5 ورائقات، كان ذلك يشير لموسى أن الرب قد عزم على أن يسترد إسرائيل فقط لأجل فضائل 5 رجال الأتقياء، إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهارون وموسى. عاشرا عدد حروف كلمة شجيرة الأشواك مجموعه 120، مشيرا إلى عمر موسى الذي يصل إليه، وكذلك أن السكينة ستظل على جبل حوريب 120 يوما. 11 وأخيرا لإعطاء موسى مثالا للتواضع، انحدر الرب من السماوات السامية وتحدث إليه من شجيرة الأشواك المتضعة بدلا من قمة جبل عال أو قمة شجرة أرج مهيبة. تعليق: إن صح أن يهود مدينة يثرب كانوا يحبون زراعة تلك الشجرة كما يقول محمد في أحاديثه، فعلى هذا نحن فعلا نتعامل في مصدر محمد مع قبائل يهودية عربية منغمسة في التراث والخرافات الهكادية التي يتناقلونها شفويا كتراث شعبي يميز اليهود وعلمائهم في القرون الوسطى. ثم يحيل المؤلف إلى عدد من المصادر باللغة الإنجليزية. إلى اللقاء في القسم القادم، نرجو منكم الإعجاب والاشتراك، وشكراً.